عزيمة في غيث مروان شهدوا المزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع لانا محمد وأخوها مصطفى اللي قاموا بالنشر مقطع جديد مؤخرا. ولانا كانت عم تحكي في هذا المقطع انه عندها سيارة احلامها رانج روفر اجتها هدية. نمر الى غيث مروان اللي قام بعزيمة الشلة امبارح، ولاحظ الجمهور انه أسامة ما كان متواجد مع الشلة في بيت غيث مروان. نمر الى جلال عمارة اللي نزلت مقابلته مؤخرا مع ياسو. حكى جلال انه هو كان مرتبط مع بنت مسيحية وانفصلوا عن بعض مؤخرا، وأكد جلال انه هو السنة الجاية راح يكون خاطب. فمين تتوقعوا عروس جلال؟ كيف كان؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا مناحة، نحاول إن شاء الله تكونوا بخير. بس نفس الشيء اليوم حماس وعم اتجهز لأنه بعد شوي الفايت تبع شيرو، وكمان أنا بيموت أحسن لأنه أم السوس هون. كو أوكي، فقاعد عم اتجهز. جربت شيء جديد اليوم واللي هو هاد، لسه ما بعرف شو رح ألبس وما بعرف إنه شو بيلبسوا لا هيك إيفنتات، فما بعرف ساعدوني، لازمني مساعدة. والنجدة